رأيي ورأي كل الشارع وكل المدنيين وكل المسلحين بشكل عام، اللي ما بده هدنة يشتغل، يفتح طريق للعباد ويجيب أكل. نحن كمسلحين وكسوار وكجيش حر وكإسلاميين وكهاي شغلة وحدة من العالم. يلي ما بده هدنة خلينا نقوم نشتغل أخي، شغلنا مبين شو هو، شغلنا على الجيش. اللي ما بده يشتغل على الجيش لا يقعد ينضب يسكت أحسن له. هذا رأيي، وهذا رأيي برأيي، أنا بظن هذا رأي كل البشر. أنا برأيي بالنسبة للمفاوضات خاصة بحي الوعر ما بتزبط المفاوضات ولا بيحسن يطبقها لا الموالاة ولا المعارضة إذا ما صار موافقة مع الجوار، وإذا ما اتفقوا أهل الوعر مع الجوار أنا برأيي مستحيل تزبط مفاوضات، لا زبطت من قبل ولا حاليا ولا مستقبلا. إذا ما قعدوا على طاولة حوار وتفاهموا أهل الوعر والجوار مستحيل، وعلم على كلامي ولو بعد نهارين وبعد شهر وبعد سنة وبعد 100 سنة، إذا ما يعني قعدوا على طاولة حوار الوعر والجوار ترى مستحيل. ما بعرف شو عنه أخي. الهدنة هلا اللي بدها تصير بالوعر هي إن شاء الله يعني إذا خير للمسلمين هلا الشباب مثلا الله يوفقهم، وإذا شر يا أخي ما بدنا كلياتنا، بس إذا خير طلع المصابين ويطلع المعتقلين نحن معهم قلبا وقالبا، غير هيك نحن ما معهم. والله لسه ما بين شيء، بس انه العالم مبسوطه لانه عم يقولوا انه بده يفوت اكل وشرب، هذا اهم شيء بالنسبه للعالم اليوم بالوعر. هلا الهدنه بالنسبه للمدنيه كثير منيحه، لانه هلا كثير الاسعار رخصت لانه اكثريه التجار كانت ضابه البضاعه، وهلا بالنسبه اليوم لانه بدهم ينزلوا يوقعوا على الهدنه كله رخيص. المهم انه فوتوا خبز وملح وسكر، يعني هذا اهم شيء. الموضوع بشكل عام الدخول والخروج الأكل، الأكل العالم ما أنا مدورة لا شو بدي يصير بعدين، وبدي يصير تسليم سلاح، بدي يصير خروج، بدي يصير، المهم العالم بدها تاكل وتشرب، ما أنا مفكرة غير بالأكل والشرب. كان المواطن يعني كان المواطن عم ياخذ قنينة زيت ب 4000، اليوم رخصة صارت ب 2500 وب 2000 كمان، كيلو الملح ب 8000، يعني كثير المدني هلا ارتاح بهالشغله.